كما تعرف انت جمهور الرجاء غني على التعريف، رحبوا بي من قبل حتى من جي المغرب. المباراة حتى كانت زوينة، الأولاد أكدوا المباراة اللي فاتوا بها واحد شيء اللي فاتت ما كانتش مباراة عادية. اليوم أكدوا على الجمهور أنه الرجاء قادم العام هذا بقوة، إن شاء الله نكونوا في الحسم إن شاء الله في البطولات الأربعة إن شاء الله. شكرا، ديما رجاء.